نتحدث إن شاء الله اليوم في الآية 172 من سورة الأعراف. 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. من دور حول هذه الآية الأولى والثانية 172 173. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، إذن منين كان الأخذ؟ من الظهور. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من الظهور. نوقف شوي عند الظهر. الظهر طبعا الظهر معروف، ولكن إيش معنى الظهور والظهر وظهرة؟ أولا فيه معنى البروز، وفيه معنى أحيانا العلو، بروز مع علو، وأحيانا بعض الناس بضيف موضوع القوة، القوة. وإن كان طبعا هو المعنى بدور حول دائما البروز والعلو. وذلك يستخدم إذا بتلاحظوا الظهور أحيانا بمعنى الانتصار، مثلا لا تزال طائفة من أمتي إيش؟ ظاهرين. طب ظاهرين بالضرورة بالقوة العسكرية ولا ممكن كمان بالفكرة؟ ممكن بالفكرة، وعلى فكرة الظهور بالفكرة أهم من الظهور بالقوة العسكرية. ممكن أمة تظهر بقوة عسكرية ولكن فكرتها إيش؟ تغلب وتهزم. ممكن زي ما حصل مع التتار لما احتلوا العالم الإسلامي، كان في لهم ظهور لفترة معينة ثم أسلموا، انتصرت الفكرة الإسلامية الأقوى، ظهرت ظهور. والظهر واضح هو يعد على فكرة من هو الجانب القوي في الإنسان، موضوع الظهر. وذلك العتات دائما بيحملوا وين؟ على الظهر. ولذلك العمود الفقري إذا صح التعبير إيش بنسميه أيضا؟ إيش بنسميه؟ صلب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والصلابة، الصلابة ضد اللين، والضعف شو يقابله؟ قوة. والشدة إيش يقابلها؟ رخاوة. والصلابة يقابلها لين، لين. صلابة يقابلها لين. وكأنه حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، في إشارة لجانب إيش؟ القوة والشدة. شو يقابلها؟ اللين. والظهر اللي فيه بروز وعلو بده يقابله معناته بطن اللي فيه رقة وانخفاض. لذلك في بعض البلاد مثلا ممكن يسموا بعض المناطق المشرفة في القرى يسموها الظهر. ليش يسموها الظهر؟ لأنها بارزة وعالية، الظهر. وبطن الواد تحت، بطن الواد طيب لأنه تحت وفي انخفاض. طيب وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فالآن بدناش نخوض هون في المسائل العلمية الآن، وموضوع الظهر وموضوع الصلب وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. من كيف لما نقول إنسان من تراب؟ هو ابتداء من إيش الآن؟ من أصلابكم ابتداء، أو
من ظهورهم. شوفوا الأصلاب اللي قلنا فيها إيش؟ شدة وقوة. والظهر أيضا فيه علو وبروز. هون اليوم مش رح نركز إن شاء الله على موضوع الجانب العلمي في موضوع من ظهورهم أو هناك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. الذرية الذرية على فكرة هو في الأصل فيها معنى الانتشار، وخصوصا إذا انتشار فيه لطافة وخفة، مش هيك؟ كيف لما يكونوا الفلاحين بذروا، مش هيك؟ بذري بتلاقيه ايش؟ فيه نشر وخفة ولطافة. طيب مش رح نوقف الآن عن ذرية شوي. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طبعا ليش بلى هون؟ لأنه شو قبلها؟ ألست. ألست؟ إذن إيش الجواب بده يكون؟ بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن في لحظة في هذه الآية كلام حول الإشهاد على كل أبناء آدم. في لحظة الآن في إشهاد، وشهدوا على أنفسهم أن الله هو الرب الواحد. الآن بدنا نذهب في التفسير في اتجاهين. الاتجاه الأول بنجد مفسر كبير زي ابن كثير أو ابن القيم أو ابن تيمية وجزء من تفسير من السلف والخلف في موضوع إيش المعنى العام في هذه الآية. هم باختصار طبعا مش رح يكون هذا وجه. الآن وجه فهم بعض أهل التفسير من الكبار ومن السلف ومن الخلف، إيش فهموا؟ إنه هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن قانون. هذا القانون ما يلي: إنه الله سبحانه وتعالى خلق قانون أولا على مستوى الأجساد، على مستوى الأجساد وخلق الأجيال بعضها من بعض، قرن بعد قرن، قانون التناسل هذا.